تم اقتطاع 50 مسكن كسكن وظيفي، وتبقات 14 سكن اجتماعي. احنا اللي شفناه الاداره مدت هذا السكاني للموظفين، ولكن انا نشوفوا الحاله الان المسكنات هذو راهم تعرضوا للتخريب والتكسير، السرقه، وراهم تحولوا الى وكر للمنحرفين. كاين زوج سكان ولا ثلاثه ساكنين تما، ولكن الا مادام هم مهمولين ويدخلهم اي واحد، راه حتى دوك السكان مساكنهم في الدونجي. انا نتمنى السيد الولي يلقى مشكله لهذه، حل لهذه المشكله. كاين ناس محتاجين سكن، راه دايرين دوسيات للاسف ما لقاو لهمش حل. هذا هو 50 سكنه ولا 60 سكنه، راني في سنتين هنا، انا قال هذا السكنه السكاني 30 سكنه ولا 50 ولا مش عارف شحال، نورمالمون يعطوها للوبي جي، لوبي جي يتصرف بها. فيه 130 سكن اجتماعي في طور الانجاز، وفيها 14 سكن اخر كانت محل طعن، الان هي بحوزه ديوان الترقيه والتسيير العقاري، وستسلم للبلديه وستوزع في خلال الثلاثي الحالي. طبعا التوزيع يكون بعد الانتهاء من عمليه التحقيق الاداري، وستدرس هذه الملفات والطعون على حده من طرف لجنه الدائره على مستوى دائره النعمه.